أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم معنا نبينا سامي الذيب، ونبينا سامي الذيب طبعا راح يحكي لنا اليوم عن ابن رشد الحفيد. خلونا بالبداية نرحب بنبينا سامي، أهلا وسهلا فيك نبينا. أهلا بك وبجميع المستمعين. المعذرة، أنا رأسي بدور شمال يمين لأنه كان عندنا مشاكل فنية، فانجبرنا نصحح الأمر ولا هيك تأخرنا معاكم شوية. المعذرة يعني. ثانية واحدة، لازم أفتح النصوص كاملة. أنا بدوري أعتذر من أصدقائي على التأخير هذا، يعني هو تأخير غير مقصود وطارئ، بس الكمبيوتر يعني نحن شوي غشينين عن الكمبيوتر. تفضل نبينا، الميكروفون معك. شكرا شكرا أخي الفاضل. أنا في الواقع اقترحت عليكم موضوع ابن رشد، هل هو فيلسوف تنويري أم لا، وبدأت الإعداد له. وموضوع ابن رشد كبير جدا، وكتب عنه الكثير من الكتابات، خاصة هل هو فيلسوف تنويري أم لا، وتأثيره في الغرب ما شابه ذلك. يعني حتى في ساعتين لن نستطيع أن نستغرق البحث، لكن حبيت أركز على نقطتين أساسيتين في هذه الحلقة. حياته لابن رشد، من هو ابن رشد؟ هناك اثنين ابن رشد، هناك ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد. ابن رشد الحفيد هو الفيلسوف اللي بيسموه بالفرنسي أفيرويس، أو بالإنجليزي أظن مثل هيك نفس الشيء. أوكي. وجده هو كمان يسمى ابن رشد، بس يلقب ابن رشد الجديد. ولد وتوفى جده 1126، يعني في القرن الثاني عشر. أوكي. والحفيد توفى 1198، يعني الفرق بينهم حوالي 70 سنة. والاثنين هم من عائلة كبيرة أندلسية مغاربية مالكية، واثنين اشتغلوا في الفقه، اثنين فقهاء، واثنين تبووا يعني مناصب قضائية، حتى كانوا يعني قاضي قرطبة ومثل هيك، يعني درجة عالية، أعلى درجات القضاء في الأندلس. الفرق الوحيد انه ابن رشد الجد معروف على انه فقط قاضي، لم يكن فيلسوفا، بينما ابن رشد الحفيد ده كان قاضي وكان فيلسوف وطبيب وفلكي وفيزيائي، يعني كان عنده معلومات انسيكلوبيدية موسوعية. اوكي. تولى، وعلى فكرة والده كمان ابن رشد الفيلسوف كان قاضي، وله حتى كتب في التفسير، له كتاب تفسير القرآن، لكن ليس بشهرة الجد ولا بشهرة الحفيد. ولد الفيلسوف عام الفيلسوف يعني الفقيه الفيلسوف عام 1126، مثل ما قلنا مات في قرطبة، هو ولد في قرطبة، وتوفى عام 1198 في مراكش، وتولى منصب القضاء وأقبل على تفسير أرسطو، يعني هو اشتغل كثير على كتب أرسطو، وكان في زمن الموحدين. الموحدين كانوا يعني متعصبين دينيا عامة، بس يعني كان عايزين، الموحدين كانوا عايزين برضو يشوفوا ايه فلسفة، فاقترحوا عليه انه يقوم بتفسير كتب ارسطو لانه كان صعب عليهم يفهموا. وللعلم ابن رشد
لم يكن يفهم اللغة اليونانية التي كتبت بها كتب أرسطو، بل اعتمد على تراجم السريان. هم السريان اللي ترجموا الكتب من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية، يعني اعتمد على شغل السريان. تعرض في آخر حياته لمحنة، اتهموا علماء الأندلس والمعارضون له بالكفر والإلحاد، ثم أبعد يعني من قرطبة في الأندلس إلى مراكش، وتوفى هناك 1198. كتب ابن رشد كانت يعني مثل ما قلنا موسوعية، وكان هو برضو الطبيب. كان كتب الفلسفية تدرس في جامعة باريس وجامعة العصور الوسطى الأخرى، وهناك مدرسة فكرية تسمى المدرسة الرشدية. كان يهيمن على أوروبا، وهناك كان خصام بين فريدريك إمبراطور ألمانيا ومثل هيك الرومان دول مع الكنيسة، فقالوا له أنت لازم تعتمد على فلاسفة. أنو فلاسفة؟ قال له مالكش إلا ابن رشد. جمعوا كتب ابن رشد وترجموها إلى اللغة العبرية وترجموها إلى اللغة اللاتينية، والآن بعض كتب ابن رشد مفقودة باللغة العربية وموجودة فقط في اللغة اللاتينية، وأعيد ترجمته من اللاتينية إلى العربية. فهمت علي؟ فقدت، مش سامعك. نبينا شو السبب انفقد يعني باللغة العربية؟ لأنه في وقت من الأوقات كان مغضوب عليه وحرقت كل كتبه، يعني وضاع بين الإضاء واللي بكي بكي. هو كان كاتب بعرف حوالي 108 كتب، لم يبقى منها إلا 56 كتاب بهذا الشكل، يعني كثير من كتبه انتهت. وفي كتب منهم كتبه بالعبرية وكتب أخرى باللغة اللاتينية كما قلنا. هلأ هو يعتبر، بعضهم اعتبروا انه هو واتباعه من الاوروبيين مصدر الزندقة التي عرفتها اوروبا خلال القرن الخامس عشر، يعني كله هو اللي خلاهم يزندقوا. هذا ابن رشد ابن الحلال. منيح. وفعلا الكنيسة كمان شنت عليه هجوم كبير على ابن رشد، والكنيسة وكلت الفيلسوف الكبير واللاهوتي الكبير توما الأكويني إنه يتصدى له، وكتب كتابين ضده. توما الأكويني هو من أكبر اللاهوتيين عند الكاثوليك، وإله كتاب خاص اسمه الخلاصة اللاهوتية، مثل خلاصة يعني من عدة أجزاء، ولا يذكر ابن رشد بالاسم، دائما يذكره بالمفسر. لما يتكلم عن أرسطو يقول المعلم، لما يتكلم عن ابن رشد يقول المفسر، يعني كان معتبر انه هو المفسر الرسمي المعتمد في الغرب لأرسطو، لا كتب أرسطو، يعني كان ياخذ مجال قوي كبير. وهناك تيار كان الرشدية اللاتينية، لأنه ترجمت كتبه إلى اللغة اللاتينية، لم يشتغلوا على الكتب العربية، اللغة اللاتينية. نعم. الكتب التي ترجمت إلى اللغة اللاتينية واللاتينية خاصة لم تترجم إلا الكتب الفلسفية، لم
إلا اللهم كتابه تاع فصل المقال بين الحكمة والشريعة من الاتصال، حتى أنا مش متأكد إنهم هدول ترجم اللاتينية، لكن الكتب الأخرى الكتب الفلسفية تاع أرسطو ترجمت منيح. لكن بالتأكيد إنه كتبه الفقهية، هو كتب عدة كتب فقهية، ومن أهم هذه الكتب هو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهذا الكتاب متوفر أيضا باللغة الإنجليزية، بالعربية بطبيعة الحال وبالإنجليزية، وهو كتاب مالكي لكن على الطريقة الفقه المقارن، يعني بيقول المدرسة الفلانية بتعمل هيك والمدرسة الفلانية بتعمل هيك، وبعدين حتى هو بيبدي رأيه مثل هيك، كتاب فقهي هو كتاب. وهذا الكتاب لم يتعرف عليه الغربيون إلا بطبيعة الحال الترجمات الأخيرة، الترجمة الإنجليزية الأخيرة ابن رشد. فكل الفكرة اللي مأخوذة عن ابن رشد هو من خلال كتبه الفلسفية وليس من خلال عمله كقاضي. والشرقيين يعني العالم الإسلامي يعرفوا على أساس كتبه الفقهية، أما كتبه الفلسفية هم بيرفضوها وبيعتبروها هرطقة يعني وكفروه على أساسها، أما كتبه الفقهية ما عندهم مشي ضدها نسبيا، إلا إنهم يعني بيلوموا إنه ما بيلجأ كثير للسنة، لا يلجأ للأحاديث كثير أو يختار الأحاديث التي تناسبه. لكن يعني عندنا اثنين ابن رشد، ابن رشد الفيلسوف وابن رشد القاضي، وصنعته الأساسية اللي كان يعيش منها مو الفلسفة، هو القضاء. الفلسفة ما بتطعم عيش، ما بتطعم عيش، حكي بحكي، فاهم علي؟ أو الطب كان أمان إنه الفلسفة يعني كان مجال خارجي، صحيح اشتغل كثير بالفلسفة بس صنعته ومهنته ومكسبه العيش، مكسب العيش إله هو كان القضاء كفقيه، وهو ما يجهله الغربيون. فالغربيون، وهل تعرف فيلم شاهين شو اسمه؟ يوسف شاهين. يوسف شاهين عن ابن رشد، يعني عمل له دعاية كبيرة، وهناك عدد من الكتب اللي صدرت عنه عن ابن رشد. وفي الغرب يعني يقدروا كثير لأنه صاحب فلسفة، وكتبه درست في الجامعات الفرنسية وغيرها. وبسبب النزاعات ما بين الشرق والغرب، بين المسلمين والدول الغير الإسلامية، حاول البعض يجد جسور تمتد ما بين العالم الإسلامي والعالم الغربي. فإيه وجدوا أفضل طريقة يعملوا هذا الجسر؟ من خلال ابن رشد، لأن الغربيين يعرفوا ابن رشد. المشكلة إنه ابن رشد المسلمين بكفروا، فاهم علي؟ والغربيين بيحبوا ابن رشد لكن ما بيعرفوش كفقيه، لكن هم بيقولوا يعني هذا علشان ساهم بالفلسفة والفلسفة الغربية، وإنه فسر كتب أرسطو. على فكرة احنا هنشرب على صحتك وعلى صحة المشاهدين وعلى صحة ابن رشد الحفيد والجد وأبوه. وعلى صحتك نبينا كمان، وبتمنى لك يعني
شربة ممتعة مثل ما بقولوا، وسكرة ممتعة أكثر. على فكرة هذا نبيذ أبيض مخلوط بزعتر. شو السبب نبينا خلطه بالزعتر؟ أنا وجدت إنه أنا عملت تجربة وفكرت إني أنا اخترعت الطريقة، يعني خلطه بالزعتر، ورحت على الإنترنت وجدت فعلا إنه هناك خمر بالزعتر. استغربت، بس طريقة عمله صعبة جدا. أنا طريقة عملي ما في أسهل منها. تاخذ نبيذ أبيض من أرخص النبيذ، وبتاخذ عشب الزعتر وبتخلطه جوا كويس مدة يوم ويومين، تخلطه جوا يعني بالخلاطة مثل هيك، وبتصفيه وبتزيد عليه بعد سكر، بصير له نكهة طيبة ومرارة، طيب جدا، وأنت تشرب منه كأنك بتاكل زعتر. سلام. ايه جربوا جربوا، ويعني للمشهيات مثلا هيك ما في اطيب منه، يعني هذا بيسوى الويسكي والبورتو واللي تريده. بلتر ونص بكلفك اقل من $3. هاي معناتها نصيحة للسكيرة مثل ما بقولوا، يعني بالتمام بالتمام بالتمام. وارخص نبيذ، لانك حتكسره، حتكسر طعمه النبيذ، لازم انت حتكسره بالزعتر. فانتوا جربوه عندكم واشربوا على صحتي، واتركوا محمد ووصاياه عن الخمر اتركوه على جنب. كله احنا ما بنشرب خمر، بنشرب زعتر. نبينا هي افضل طريقه تجيب فودكا وتحط عليها نبيذ احمر، يعني تخلط الفودكا بالنبيذ بس. هذا الأحمر. غالي، هذا غالي، احنا الفكره ما بتطلع عندنا. هذا رخيص جدا، هذا رخيص جدا، فيعني لكن هذا اطيب من الفودكا. جربوا وتعطيني رايك، جربوا واعطيني رايك. اكيد اكيد نبينا، اكيد الحاصله. ف عملوا له دعايه الشرقيين على اساس انهم يتقربوا من الغربيين ويعملوا نوع من القرابه بين المسلمين والغربيين، يعني. بس المشكله انه مثل ما قلت لك، الشرق المسلمين يقبلوك كفقيه ويرفضوك كفيلسوف، والغربيين يعرفوك كفيلسوف ما يعرفوش كفقيه، فيعني خليط. يعني المسلمين هذول ما بدهم اياه فيلسوف، والغربيين ما بيعرفوا شو هذا الفقيه لحاصله. فكلهم في كل المحاضرات والمؤتمرات بيقول لك ابن رشد فيلسوف متنور، على اساس ايش؟ كل واحد مبسوط باللي عنده. فاهم علي؟ فانا يعني اعطيت بعض النصوص من ابن رشد في مؤتمرات، قالوا لي هذا ابن رشد. قلت له ايه هذا ابن رشد، إيه مش معقول هذا الفيلسوف المتنور. قلت له انا متنور. انتوا ما بتعرفوا الا الفيلسوف ابن رشد، ما بتعرفوا الفقيه ابن رشد. ابن رشد خرا ابن خرا، بعيد عنك. نبينا ولا شيء. نعم نبينا، هلا هلا هو لما كان بالقضاء اكيد كان يحكم بقطع الايادي، بقطع العمى. هذا اللي حنشوفه، هذا اللي حنشوفه، هذا اللي حنشوفه. طيب هلا كتابين من اهم كتب على فكره. هلا هناك في مؤسسه، تروح على جوجل تكتب مؤسسه ابن رشد، مؤسسه وجدت عام 1998 في برلين، والهدف تاعها يعني ليش سميت اسمها مؤسسة ابن رشد؟ اختير اسم المؤسسة تقديرا لإنجازات الفيلسوف الفكرية واستقلاله في تفسير الأفكار والمعتقدات الإسلامية، وتسامحوا إزاء المعتقدات والثقافات المغيرة الأخرى. صحيح ما كانش له ضد أرسطو،
كان يقدر أرسطو، لكن علاقته مع المعتقدات الأخرى غلط، لأنه هو لسه بطالب بالجزية، هو بطالب بقتل المرتد. فكلام فارغ يعني، هدول ببيعونا تبن، ببيعونا تبن. وفي فيلسوف كبير، وهذه المؤسسة تعطي جائزة سنوية لو واحد من كبار المفكرين أو حركة أو مثل هيك، ومن بينهم الحوار المتمدن الشهير اللي أنا بكتب به، أخذت جائزة ابن رشد. هي أظن مو بمبلغ كبير، هو بدفعوا له السفر والنوم في الأوتيل يوم أو يومين في برلين مثل هيك أظن، وبعطوه مبلغ ما أعرفش 1000 أو 1500، ما أعرفش كم مبلغ بسيط يعني، بس هو لقب، هو لقب منيح. أنت ترجع على موقع إنترنت. وفي فيلسوف قبطي شهير اسمه مراد وهبة، ادخلوا على مراد وهبة، له مجموعة قيمة من الكتب، إذا تحبون أنا بعطيكم عناوينها أو أنتم ترجعوا على المواقع الويكيبيديا أو غيره، في له عدد من الكتب. هو يعني عايز يسوق ابن رشد، هو قبطي، هو قبطي كان يعلم الفلسفة في جامعة عين شمس، ولاقى صعوبات في عمله لأنه بعلم الفلسفة، وهو علماني، علماني بحت، لكن هو فيلسوف. وصاحبنا على رأيي لم يقرأ ابن رشد الفقيه، فيعني فكرته عن ابن رشد هي مثل فكرة الغربيين عن ابن رشد، لكن يعني ببين ما هي اللي ما هي الأمور اللي تشده. وقالها بصراحة في إحدى مقابلاته في اليوتيوب، إنه وعنده أخي الفاضل عنده منتدى ابن رشد، اخترع يعني خلق منتدى ابن رشد، له موقع وهناك صفحة فيسبوك، وبيعطي كثير من المحاضرات وبيتكلم بالإيجابية عن ابن رشد. كل اللي سمعته منه ولا عمره تعرض لابن رشد الفقيه، لم يتعرض إلى يعني على الأقل الكتاب اللي أساسي تاعه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، نهاية هذا الكتاب تجدوه على موقع بالإنترنت، عدة مواقع كثيرة. طيب منيح، هذا يعني، ومن هنا تأتي يعني، هم بيقولوا من هنا تأتي مشكلة هذه الحلقة، إنه القبطي مراد وهبة، وهو فيلسوف قدير عبقري، فعلا عبقري وعلماني، يحاول يسوق ابن رشد للغربيين علشان يبني العلاقة بين الإسلام، هو قبط، ما بين الإسلام وبين الغرب، والمسلمين غاضبين على ابن رشد الفيلسوف، وبطبيعة الحال غاضبين على مراد وهبة، فاهم علي؟ وقع بين النارين، وبيلعب على جهل الغربيين. ويعني مشكلة، مشكلته. فكل الناس بيعرفوا انه مراد وهبة شخصية كبيرة، ولما هو عنده منتدى ابن رشد مش بالسهولة انك تروح تنتقد ابن رشد، حتى عند الحركة العلمانية، لأنهم بيقولوا ابن رشد هو أحسن وسيلة للتصدي للأصولية. إزاي؟ هم في الواقع بيعتمدوا على كتاب عنوانه فصل المقال، أعطيك العنوان الكامل، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وكتاب من كتبه.
فلسفية وشوية شرعية، بس أكتريتها فلسفية، يحاول يخلي يحاول التعايش ما بين الحكمة يعني الفلسفة والشريعة الإسلامية. وما هو يعني النقطة الأساسية تاع ابن رشد؟ بيقول لك لا يمكن أن يكون هناك تصادم ما بين الفلسفة الحكمة والشريعة، لأنه الحكمة كان أنت تعرف الغزالي كان يرفض الفلسفة أو على الأقل جزء منها، وابن تيمية تصدى لابن رشد في كتابه وكفره. وصاحبنا الغزالي كان كاتب كتاب تهافت الفلاسفة، وابن رشد رد عليه بكتاب تهافت التهافت، فاهم علي؟ ورد عليه من خلال كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. وهو على رأيه إنه ما فيش تصادم ما بين الشريعة وما بين الفلسفة. إزاي؟ قال هنقرأ نص صغير، هنقرأ نص صغير عشان نفهم شو بيقول. هو لغته مش بالسهلة، لغته مش بالسهلة، لكن لهيك هنقرأها بهدوء عشان نفهمها. ليس عندك كل النص عزيزي، أنا وعدت لك السيناريو لكن أنا عندي النص، مو مشكلة. عندك الرابط، رابط الكتابين اللي حشير ليهم موجودين تحت اليوتيوب. تمام. وضعت الرابطين، فأنت ممكن تفتحهم، هو في المكتبة الشاملة، وتقرأوهم كاملة. طبعا الحال ما حد هيقرأ الكتاب الكبير بتاع الفقه ده، نهاية المقتصد، لأنه كتاب ضخم. فصل المقال كتاب صغير ما حد ممكن يقرأه، ولهيك حتى ما ترجموش لأنه ما بهمهم الغربيين. يعني هو قصدهم باللجوء إلى ابن رشد ليس كفقيه ولكن كفيلسوف الغربيين علشان يتصدوا للكنيسة. يعني هو تصدي للكنيسة من خلال أرسطو، خلال مفسر له شهير. لكن هم لو ترجموا كتابه بتاع الفقه بصيروا سبوا أبوه على أمه، فاهم علي؟ فهذا ما صابوش، ما صابوش. طيب منيح، شو بيقول ابن رشد؟ هنا نشوف ازاي يتلاعب الشخص، يتلاعب. وهذا احد الاسباب اللي جعلت ابن تيمية ينتقد بشدة. قال: فإن معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع، فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له. هنا بداية الخطأ. هو بيقول لك يعني الحق لا يضاد الحق، يعني الحق الديني على أساس أنه جاي من عند الله، فاهم علي؟ لا يمكن أن يناقض الحق العقلي كما العقل. وهنا البداية خطأ. يعني أنت شو دراك أنه هذا حق من عند الله؟ شو دراك أنه هذا حق من عند الله؟ بس هو اعتبره حق. ولا تنسى أنه صاحبنا هذا كان يعيش في زمن الموحدين، يعني هذول كانوا متعصبين. ف يعني هو ما تعرفش أنه هل هو يتحايل أم يعني لهيك الناس سموه انت ملحد، انت منافق، انت منافق، يعني انت بتخفي رأيك وبتستعمل صيغ يعني تمويهية. طيب إذا كان هذا هكذا، يعني الحق لا يخالف، لا يضاد الحق
بل يوافقه ويشهد له. وإذا كان هذا هكذا، فإن أدى النظر البرهاني إلى نحو ما من المعرفة بموجود ما، فلا يخلو ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به. فإن كان مما قد سكت عنه، يعني إذا كان فلسفية أو معلومة فلسفية الإلهي، يعني شرع القرآن، سكت عنها، ما فيش مخالفة، لأنه هاي موضوع آخر، هذا مو مشكلة فيه. فإن كان مما قد سكت عنه فلا تعارض هنالك، هو بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام، فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي، الشريعة نطقت به، فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقا لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفا. فلا قول هناك، وإن كان مخالفا طلب هنالك تأويله. أوضح، هذه لغة فيلسوف وفقيه، اللي لا عارف لا بالفلسفة ولا بالفقيه ما يفهم. يقول لك إنه إذا كان موافق، يعني ظاهرا موافق، ما في مشكلة، بس إذا كان مخالف فمعناته نلجأ للتأويل. أعطيك التطبيق العملي لهذا كما يقوم به بعض الناس اليوم. أنت تعرف الآية يقول واضربوهن، القرآن بيقول إنه الرجل إذا المرأة صارت ما تطيع رجلها فاضربوهن، هذا يخالف المبادئ الإنسانية الحديثة. فهم إذا طبقنا مقولة ابن رشد، هذا أخي القاعدة القرآنية مخالفة للقوانين الدولية وللمنطق السليم، إزاي تضرب المرأة؟ فهو بيقول إيه؟ إذا خالف فمعناته لازم نأول. شو قالوا؟ ضربة يعني لا تعني ضربة، وإحنا قرأنا الموضوع معك مش هيك؟ وعدد من الترجمات راحت، ترجمتها خطأ عمداً علشان تتفادى المشاكل، يعني أخذوا تأويل وساع واستغشوا الناس، بين ما بفهموا عربي راحوا ترجموها بعدة وسائل. واللي يهمه الأمر يرجع لكتابي واضربوهن، هو باللغة الفرنسية مع النصوص هيك، وفي لي مقال صدر باللغة العربية، وعملنا حلقة معك. هلا شو هو التأويل؟ هلا هم بفرق الفقهاء بين التفسير والتأويل. التفسير هو تفسير لغوي، يعني معاني الكلمات كما في معجم اللغات. التأويل إنه إذا كان النص غير منطقي انطبقنا عليه اللغة المعجمية، فهنا نلجأ إلى التأويل. يعني بيكون النص له معنيين، معنى ظاهر ومعنى باطني، فاهم علي؟ فإحنا حنرفض المعنى الظاهري إذا خالف العقل، ونلجأ إلى المعنى الباطني. مثلا القرآن بيقول ربنا جالس على العرش، لنأخذ مثلا، فبطبيعة الحال المجسمة بيفكروا انه الله عنده عرش وحط على طيزه على العرش، فاهم علي؟ بمعناته الله عنده كرسي وعنده طيز، فاهم علي؟ بطبيعة الحال ومدد ايديه وقاعد هيك، فاهم علي؟ مثل الملك قاعد على الكرسي تاعه. هذول المجسمة ظاهرا يبين، او انه الله له ايدين وله عينين وشاف وما اعرف ايه وظهر. فاحنا
نقول إنه جالس على الكرسي يعني مسيطر على الأمر. نأول التفسير، نأول الكلمة العبارة بمعنى مجازي، بمعنى باطني. هنقرأ معنى التأويل، أنا هنتكلم على كلام ابن رشد. ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية. العرش واضح، هو شو العرش؟ وقاعد ما عرف شو قاعد. فاحنا هنخرجه من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازة، المجازة أو المجازية، من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه، أو مقارنة أو غير ذلك من الأشياء، مقارنة أو غير ذلك من الأشياء التي عددت في تعريف أصناف الكلام المجازي. حاصل يعني كلك احنا هنحاول نفسر كلام هذا الكتاب. هو يظهر انه بسيط، لكن عشان تفهم كل كلامه مو بالسهولة. هذا الكتاب على فكرة ترجم الى الفرنسي ترجمتين، كل واحد ترجمه على طريقته، وله ترجمة بالانجليزية اكيد في لغات اخرى. نكمل. واذا كان الفقيه يفعل هذا في كثير من الاحكام الشرعية، فكم بالأحرى أن يفعل ذلك صاحب علم البرهان. فإن الفقيه إنما عند قياس ظني، والعارف عنده قياس يقيني، ونحن نقطع قطعا كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع، أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي. وهذه القضية لا يشك فيها مسلم ولا يرتاب بها مؤمن، وما أعظم ازدياد اليقين بها عند من زاول هذا المعنى وجربه وقصد هذا القصد. طيب نكمل. ولهذا المعنى أجمع المسلمون على أنه لا يجب أن تحمل الألفاظ الشرع كلها على ظاهرها. مش لازم تأخذ الكلام على ظاهره. القرآن بيقول واضربوهن، لا تعني اقربوهن، ايش معنى؟ اطعموهن شوكولاته. بهذا المعنى مو جالس على الكرسي، لا، مسيطر العالم. في 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 ناس بتقول اضربوهن، يعني اضربوا لهم خيام، سووا لهم خيام بالتمام، لانه المضارب معناته الخيمه عند البدو. يعني يحاولون يجدوا وسيلة للخروج من الأزمة من خلال ما يسموه التأويل. بل نقول أنه طيب. ولهذا المعنى أجمع المسلمون أنه لا يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها، ولا أن تخرج عن كل أب ظاهر عن كل أب ظاهرها بالتأويل. اللغة صعبة، ما أعرفش هو أخطاء لغوية ولا إيش اللي فيه، واختلفوا في المؤول منها من غير المؤول. فالأشعريون مثلا يتأولون آية الاستواء على الكرسي وحديث النزول، والحنابلة تحمل ذلك على ظاهره. والسبب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن هو اختلاف فطر الناس وتباين قرائحهم في التصديق. والسبب في ورود الظواهر المتعارضة فيه هو تنبيه الراسخين في العلم على التأويل الجامع بينها. وإلى هذا المعنى وردت الإشارة بقوله تعالى هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله والراسخون في العلم، يعني ولا يعرف تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أما ما عرفش هي اللي الله بيعرفهم، يعني هو قطع الآية. لو نقرأ كل الآية على طول مشان نفهمها، هنأخذ الآية كاملة، مشان هو أعطانا فقط المختصر المفيد للآية. هنشوف الآية بالتمام مشان نكون على النور. يا سيدي الفاضل، أهو صفحة القرآن، أيوة، الراسخون في العلم. الراسخون في العلم
الراسخونة. طيب الراسخونة، طيب أيوة يا سيدي، أيوة يا سيدي، حنقرأ الآية. هي الآية آل عمران سورة ثالثة، يعني الآية السابعة، الآية السابعة. شو بتقول؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند الله ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هل هذه الآية في ناس حطوا نقطة قبل والراسخون، وفي ناس حطوا نقطة يعني حذفوا النقطة؟ فشو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني في آيات لا يفهمها إلا الراسخون في العلم. ناس قالوا لا ما ينفعش، فكيف وما يعلم تأويله إلا الله نقطة، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فاختلف. إن حطيت النقطة بعد الراسخون في العلم، نقطة قبل ولا بعد، يختلف المعنى. فهو ابن رشد حط النقطة بعد في العلم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني فقط العلماء اللي يقدروا يقولوا تأويله، فاهم علي؟ بدل ما يكون الراسخون في العلم بيقولوا كل من عند الله من آمن بيه وخلاص، قالوا لا، هو الله اللي بيعلم. قال لا، الله يعلم والراسخون في العلم يعلمون. فهو بيعطي التأويل للراسخين في العلم. وهذا ماذا يعني؟ يعني لأنه سابقا يقول هذا التفسير أجمع عليه الناس، فهم علي؟ فإذا أجمع عليه الناس لا يحق تفسيره تفسير آخر. هو بيقول لك لا، ما فيش إجماع، لأنه هناك تأويل والإجماع. فإن قال قائل أن في الشرع أشياء قد أجمع المسلمون على عملها، على حملها، على ظواهرها، وأشياء على تأويلها، وأشياء اختلفوا فيها، فهل يجوز أن يؤدي البرهان إلى تأويل ما أجمع على ظاهره، أو ظاهر ما أجمع على تأويله؟ قلنا أما لو ثبت الإجماع بطريق يقين فلا يصح، هذا صحيح في إجماع نقدرش نقول. وإما إن كان الإجماع فيها ظنيا فقد يصح. ولذلك أبو حامد الغزالي، يعني أبو المعالي وغيرهم من أئمة النظر، قالوا أنه لا يقطع بكفر من خرق إجماع في التأويل في أمثال هذه الأشياء. يعني إذا غيرك فسرها بطريقة، أنت ممكن تلجأ لعقلك مشان تأول الآية إنها تمشي مع فكرك، ما فيش أجمع. هذه النقطة، إنه إذا احنا اصطدمنا في نص ديني يخالف العقل، يقول نحن نلجأ للعقل لنؤول النص ليجعله يطابق العقل، فاهم علي؟ وحتى ولو في إجماع ظني احنا ممكن نخالف الإجماع ونلجأ إلى العقل. هذه النقطة اعتبرت هي أساس التنوير عند ابن رشد، فهمت علي؟ يعني هو بيسمح تأويل النص. المشكلة عند ابن رشد شو هو؟ إنه هو بدل ما يقول إنه القرآن ده نص من القرن السابع في حسناته وسيئاته، ونتركه ونتخطاه ونأخذ بأفكار جديدة،
هو بيظل متمسك بالنص القديم لأنه من عند الله، فاهم علي؟ فهو بده يحاول يزينه، يحاول يقوله، ما يقدرش يقول هذا النص الله ما قالهوش، اللي كتبه هذا مسطور ريحنا منه، احنا بنتبع العقل. السلام عليكم ورحمة الله، ما يقدرش يقول هيك، مش نقول. فهو قال لا، النص ده من عند الله، هو ما عندوش اي برهان انه من عند الله. فهو لبسنا من فوق تحت نص من عند الله. لهيك هم بقول لك ابن رشد بيساعدنا لمواجهة الأصوليين، لأنه ما نقدرش احنا نقول النص القرآني مش من عند الله، بنقول النص من عند الله لكن ممكن نأوله، فاهم علي؟ بهذا الطريق يعني هم بيلعبوا بنفس ساحة الكرة، هاي تاعتهم ملعب الكرة، تعون الأصوليين، الكرة من عند الله، نعم من عند الله. طب ما الآية بتقول هيك، لا منا نقوله، فما بنخرجش عن الدين. يعني يقول احنا هنبقى داخل الدين ونتعامل مع النص الديني بأسلوب انه نخليه يطابق العقل. وطبيعة الحال بيقول لك مو كل الناس راسخين في العلم ممكن يفهموا هذه الأمور، وحتى يقول إنه في أشياء مش ممكن تحكيها للجميع وإلا توديهم للكفر. فقسم الناس على طبقات حسب مقدرتهم للفهم. هذا لأنه اليوم ما تقدرش في مصر أو في أي دولة عربية تقول القرآن ده خطأ وخلاص، قال اضربونا يا عقلية القرن السابع وما لناش دخل فيها اليوم. لا، احنا هنأوله، نخلي على النص لأنه ما نقدرش ننتقده، ونأوله حتى انه يطابق وثائق حقوق الإنسان، فهم علي؟ يعني بقينا على نفس الأساس. فلاسفة التنوير اللي احنا نتكلم فلاسفة التنوير رموا الوحي عرض الحيط. هنا الاختلاف الكبير بين فلاسفة التنوير وما بين ابن رشد كفيلسوف تنويري، لأنه هو بظل دائما محاط بسياج الوحي وظل داخل الوحي، ما يقدرش يمس الوحي لأنه هو طبعا الحال زمن الموحدين ما يسمحش بالأمر ده. فأنت لما تسميه تنويري ليس بالمعنى الغربي. على كل حال فلاسفة التنوير رموا الوحي، احنا تكلمنا عن فولتير، واحد سبب منع كتابه القاموس الفلسفي لانه هو تصدى للوحي. ابن رشد لم يتصدى للوحي، ومش ممكن تكون انت فيلسوف تنويري وتؤمن بالوحي نفس الوقت، مش ممكن، فاهم علي؟ نبينا هون هلا في يعني مثقفين الموجودين حاليا ان عم بتبعوا نفس الخطوات، يعني بالتمام نقدر نسميهم من تنويريين، يعني الموجودين هلا مثقفين موجودين على نفس المنهاج. يعني ما بقدر بنكروا النبوة، ما بنكروا محمد والإله، ولكن يتلاعبون ويؤولون. يعني شوف صاحبنا مراد وهبة قالها في إحدى أشرطته إنه اللجوء إلى ابن رشد هو لأسباب سياسية، قال بكل صراحة إنه عايزين نربط، نعمل جسر ما بين الغرب وما بين العالم الإسلامي. ما وجدش حل غير ابن رشد حتى لا يصطدم بالنص الديني. هو قبطي، ما بيآمن بالقرآن بطبيعة الحال، هو قبطي، ولا أظن هو بيآمن بتوراة أو بإنجيل، ما بيآمن بهدول النصوص، أكيد ما بيآمن. بس شو بده يعمل؟ بده يتحايل على النص،
حتى القمني كثير من الأوقات يتحايل على النص، يقول القرآن قال هيك وهو فاهم علي صلى الله عليه وسلم فاهم علي. فهنا فإحنا نسميهم تنوينيين، يعني مثل ما تقول هذا أحسن جنس عاطل هذا الموجود هو هذا أحسن جنس عاطل. السيف الإسلامي اللي جعل هالناس، هي يعني بصراحة جعلنا منافقين لأغلب الناس يعني. بالتمام بالتمام، لو تجيب له لافورتير تقول له حكي مثل هيك بضحك بكى على ظهره من الضحك. بالضبط. هذا تنويري، هذا مو تنويري، هذا تزويقي فاهم علي؟ فعل تزويري يعني تزويقي، يزوق صحيح. يزوق يعني، وانت تعرف انه ما افسده الدهر لا يصلحه العطارون. انت تاخذ جثه واحد ميت الها 10 الها 14 قرن ميته، وتجيب عطر الله ريحتها الا تطلع مستحيل. لو بتجيب طن عطور الا الجثه بتضل جثه، والاسلام طفايحه ريحته يعني من 14 قرن صحيح. فهم متمسكين في بس ما الحيله ايه يعني. اليوم سمعت شريط من المعجبين بمراد وهبه، وانصحكم ترجعوا لكتبه لمراد وهبه، بس هذا هي المره الوحيده اللي مراد وهبه لا يصطدم بالنص، بينما هو مثلا بيرفض فكره الماده الثانيه من الدستور، الاسلام دين الدوله، يرفضها تماما، وهو علماني 100%. لكن كما قال هو هذا أسلوب سياسي لربط الشرق المسلمين بغير الغربيين، وكما قال أحد تلاميذته أستاذ الفلسفة، يقول هذه الوسيلة الوحيدة التي لدينا لمواجهة الأصوليين، لأنه ما يقدرش يقول لهم لا القرآن لا شرق منه، ده أكل الشرب ظهره علي وشرب، ما يقدرش. لو بيقول هيك بيعدموه. فهم وجدوا ضالتهم بابن رشد. ابن رشد بيقول لك انه ممكن نأول، نأول خلص فاهم علي؟ يعني بدك تكسر عنقها للحقيقه ولا للموضوع. اللغه اضربوهن، مو اضربوهن يا اخي، اضربوهن، لا مش اضربوهن، هنعمل في ايه؟ نأول خلص فاهم علي؟ قص على قص على طيب. هل المشكله تعب ابن رشد؟ انه هنا طرح مشكله فلسفيه، انه حاول يبقى ضمن الشريعه الاسلاميه عشان ما يقدرش يصطدم، مستحيل لحد اليوم مش ممكن تصطدم. شو رايك بزمنه والموحدين كانوا متعصبين؟ مستحيل المستحيلات. اما الغرب هنا غلبوا كل الفلاسفة التنوير الكنيسة كانت ليهم بالمرصاد فاهم علي؟ شو بالك في دولنا العربية؟ فكلهم الواحد مثل ابن رشد صار متنور، رغم انه لا متنور ولا على بالك، هذا فقط مزوق او مزور مثل ما انت قلت. يعني هو المشكلة منافقين يعني الإسلام. لا بس المشكلة عن النفاق أخي 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 جاني، المشكلة أصعب من هيك، لأنه هذا كتاب صغير جاء فيه بعض الكلمات قالوا نغتنمها، لكن لما بترجع لكتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد بتلاقي فيه الويلات، وهو لم يلجأ إلى التأويل فيه. كل النظم الإسلامية المخالفة، الرق والسبي والجزية وأهل الذمة وقتل المرتد، قطع اليد وقطع الرجل، لم يؤولها يعني، لأنه اليوم هاي كلها مبادئ مخالفة لحقوق الإنسان، حتأولها إزاي؟ فالناس تعرف حتى هناك يقولوا تقطع يد السارق، قال لا ليس تقطع، كيف حنعمل؟ حنأولها ازاي؟ نأولها بمعنى انه نغنيه
ونعطيه عمل وهيك لا يسرق بهذه الطريقة قطعت يده مجازا. فهمت علي؟ بهذه الطريقة. لكن ابن رشد في كتابه لم يلجأ إلى التأويل أبد. كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، إن تقرأها لا تتصور العجب اللي فيها. يعني أنا في كتابي للجهاد، كتابي للجهاد باللغة الفرنسية، وصدر كمان باللغة العربية، ممكن تروحوا تحملوه مجانا، ذكرت موقف ابن رشد من الجهاد. وما يقوله ابن رشد لا يختلف ولا بحرف واحد عما تعمله داعش. ما فيش فيه تأويل أبد، هو تابع النظم. هذا ممكن اللي يحكيه هو على المجال الفلسفي، ممكن ينطبق تأويل إنه الله قاعد حاط إيده على الكرسي، هذا غير شيء. إيه هذا ممكن يتأوله، بس لما أجى قطع الإيد وقتل المرتد ورجم الزاني وتدفيع الجزية وقتل المرتدين وأهل الذمة وغيره وغيره، نسي كل قواعده، كل الكلام. طب هتقول لي، طب ما انت يا اخي ازاي هتحكم على ابن رشد؟ تحكم على ابن رشد على اساس مبادئ القرن الواحد وعشرين، العشرين والواحد وعشرين؟ لا، بس انت لازم تنسى، انت ما تنسى انه احنا لا نحكم عليه بمبادئ القرن العشرين والواحد وعشرين هدول، لكن نحكم عليه بالمبادئ اللي كانت حتى قبله، مثل أبو زكريا الرازي، مثل أبو العلاء المعري، وهم قبله، وهم رفضوا الوحي جملة وتفصيلا. يعني هم كانوا أكثر منه 10 مرات متنورين. إن سميت لي أبو زكريا الرازي فيلسوف، فيلسوف تنويري على الرأس والعين، ما حد بنكر عليك. بس المشكلة أبو زكريا الرازي الغربيين ما بيعرفوش كويس، وثانيا المسلمين مكفرينه، وكل أكترية كتبه الأساسية، يعني كتبه الأساسية له ضاعت. وأبو العلاء المعري المشكلة بتاعته إنه كتبه شعرية وصعب ترجمها للغات الأجنبية. هناك مقالات عن أبو زكريا الرازي تعتبر، يعتبره أنه أكبر مفكر حر في تاريخ البشرية، في تاريخ البشرية كلها، يعني من آدم لحد اليوم. أبو زكريا الرازي، وهذا كان قبل ابن رشد، يعني هو يوازي فولتير مرتين ثلاث، لكن ما يقدرش يقدمه ابو زكريا الرازي. قدموا لنا مين؟ ابن رشد. هذه المشكلة. وهنا ليش اخذوا ابن رشد؟ لانه ابن رشد يعني بيقول هذا ممكن حتى نطبقه على كتب الديانات الاخرى، نأولها. صاحبنا ابو زكريا الرازي رمى كل شيء بعرض الحائط. يعني كان ودي اقرا لكم النصوص، وايه موقف ابن رشد عن الجهاد والجزيه وقطع اليد. لا فائده في ان اقرا لكم اياه، يعني انتوا يكفي انتظروا اللي بتعمله داعش، تعرف انه هذا موجود في كتب ابن رشد وبكفي. مش بدك تقرا شو قال ابن رشد بهذه المواضيع، افتح التلفزيون وشو تعمل شو بتعمل، او اقرا فتاوى، اقرا فتاوى وتعليلات داعش. حرفيا ما جاء في كتب ابن رشد.
فمش ضروري انا اقعد اقرا لك اياه، انا اعطيتك الرابط تحت، الكتاب متوفر تحت ايدين، وهنا روح شوف مثلا كتاب الجهاد شو بيقول، مين اللي انه هذا الجهاد مستمر الى اخر الدنيا، وانه اذا اهل الذمه مجبورين يدفعوا الجزيه والا تسبى نسائهم، تمام كما فعل داعش مع الازيديين. نفس الشيء تجده في كتاب ابن رشد. فهل صاحبنا مراد وهبه بيعتبر تعاليم ابن رشد هذه تنويريه؟ بقى الحاله هيك نفتح مركز نسموه مركز داعش التنويري؟ ما بك الا هيك، لانه هو نفس التعليم. خلاص انتوا ليش بتروحوا بترموا قنابل على 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 داعش؟ ما هو موجود في كتب ابن رشد اللي بتسموه فيلسوف متنور، بتلموه على شو؟ بتلموه على شو؟ تعملوا لي مراكز، وحتى تعملوا جوائز ابن رشد ومنتدى ابن رشد، وتفرقوه على المفكرين الاحرار، وتقولوا له هذا كنا متسامح مع المعتقدات، ده كله كذب بكذب. يكفي اخي، الكتاب موجود تحت ايديكم، انا مو ضروري اقرا لكم اياه، بتعرفوا تقرا عربي، او روحوا خذوا كتابي، خذوا كتابي المتوفر مجانا، كتابي عن الجهاد، وكل نص ابن رشد ذكرته حرفيا، علشان تشوفوا شو بيقولوا. اعرضوا هذا الكتاب على صاحبنا مراد وهبه. أخي مراد وهبه، أنت بتقول ابن رشد فيلسوف متنور، شو رأيك بالقضية هاي اللي موجودة في كتب ابن رشد وهو من الكتب الأساسية؟ ما تقدرش تقول هذا كتاب جانبي، لا، من هذا كان يتعيش صاحبنا، وهذا كتاب معترف به بكل الأوساط المسلمين، ويعلم في جامعات المغرب، وجامعات المغرب تعمل مؤتمرات عن الفيلسوف التنويري ابن رشد، ولا عمرهم تعرضوا لهذا الكتاب. نبينا أنا عندي سؤال هون بصراحة، أنا سجلت هون، طب ليش فصل بين الحياة الواقعية لابن رشد مثلا؟ كان هو قاضي أكيد، كان يحكم بقطع الرؤوس قطع الأيدين، وليش هالفصل هذا بين ابن رشد المتنور والمتشدد؟ يعني ليش هالفصل؟ ما هو قال صاحبنا مراد وهبه، قال لأسباب سياسية، هو قال، أنا ممكن أعطيك الشريط، أنا استمعت له اليوم بعد الظهر، علشان أنا في الواقع هذه الحلقة كنت متخوف منها جدا، لأنه مراد وهبه أنا أحترمه، وسنة 77 اشتريت كتاب، وهذا كتاب له مقالات فلسفية وسياسية، وذكرته في دكتوراتاتي، وانا اعرف انه هذا رجل متنور، لا شك انه مراد وهبه هو فيلسوف عبقري، لكن للاسف يتغاضى عن الجانب الفقهي لابن رشد، هو يتكلم كفيلسوف عن راسه العلم، ما عندي مشكلة، بس أخي الكتاب الأساسي تاع ابن رشد هو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الذي لا يختلف عن تعاليم ابن تيمية أو ابن قدامة الحنبلي، الحنبلي لا يختلف عن تعاليم داعش، لا يختلف عن ما تقدمه الأزهر. طيب هل انت يصدق؟ تفضل. السيدة مراد وهبي ذكر الأسباب السياسية، شو هي الأسباب السياسية اللي جعلتها الفصل هذا؟ لا، هو قال احنا كنا حاولين نجد جسر ما بين الغرب والمسلمين، علشان ابن رشد كان ما طرفين فيه بالغرب كفيلسوف، قالوا اهو شوفوا عندنا فيلسوف، وانتم كنتوا تعلموا في جامعاتكم، خلينا نعمل وحدة فكرية بيننا وبينكم. هو من بعد ما صارت الحوادث 11 سبتمبر وغيره وغيراته، بدوا الحملة هاي،
يعني ازاي نقرب بين الغربيين والمسلمين؟ قالوا احسن شيء نلجأ لفيلسوف. مين؟ قالوا ابن رشد. اخي خد زكريا الرازي، ابو زكريا الرازي. لا، الفيلسوف المتنور الحقيقي والوحيد ابن رواندي بطبيعة الحال، بس ده كافر. ابو زكريا الرازي ده كافر. ابو زكريا الرازي لانه كان كتب كتاب ما اعرف شو، الخليفة امر انه ظل يضرب على راسه لحد فقد عينيه، بطل يشوف. تصور هذا. وتعرف هو كان كتبه الطبية، هو أشهر طبيب من أصل فارس، كان طبيب بغداد، كان طبيب بغداد. وكتبه الطبية يعني ركيز الطب لحد اليوم منها. يعني هو كان مكتشف أمور، هو كان يعني طبيب تجريبي، كان يقولوا دائما كان عينيه بالبول. يفحص البول، يفحص الهدوء، يعني كان تجريبي فعلا. وأفكاره الفلسفية أنا على رأيي تسوى ابن رشد 50 مرة. بس المشكلة كيف يسوق ابن رشد أبو زكريا الرازي؟ لا هو يعني الغرب ما بيعرفوهوش كفيلسوف، ولم يفسر صاحبنا أرسطو، فراحوا اختاروا ابن رشد متغاضين عن كتبه الفكرية. أنا لن أطول عليكم لأنه ممكن أقعد أقرأ لكم شو كتب عن الجهاد، أنتوا ارجعوا لها بعقلكم. أنا حطيت لكم الرابط تحت الهض، وحط لكم الرابط تاع كتابي عن الجهاد باللغة العربية، ماذا قال الفيلسوف الفقيه ابن رشد عن الجهاد، وتشوفوا وتقولوا لي بصراحة هل هناك اختلاف بين ما كتبه ابن رشد وما يفعله داعش؟ إن في اختلاف تعالوا علي حاكموني، خذوا الحبل واسمح لكم تشنقوني. صراحة أنا نقلت النص تاعه بالكامل حرفيا، ولا تغيير ولا شيء، لا في أي نوع من الاختلاف بين ما كتبه ابن رشد وما تفعله داعش. وفي أحد المحاضرات كان عندي في فرنسا أثرت الموضوع إنه هناك من يعتبر ابن رشد فيلسوف تنويري. قلت لهم أنتم فقط تتكلموا عن كتب الفلسفية مو عن كتب القانونية الفقهية، كتب الفقهية لا يختلف عن داعش. قالوا لي لا، انت شو بتتعدى على ابن رشد؟ قلت لهم انتوا قريتوا كتب الفقهيه تاع ابن رشد؟ قال لا. قلت خلاص. انتوا جاهلين. بس في ناس كانت استاذه جامعيه كان تعرف شو كان يقول ابن رشد الفقيه، جت هنتني قالت لي يعني انت منيح انك انتقدت ابن رشد، لأنه فتحت عيون الغربيين اللي فكروا ابن رشد ده قمة فلسفية وفكرية وفيلسوف تنويري. وأنا بقول لك لا هو تنويري ولا على بالك. وهذا الشريط هلأ أنت حتضيعه، وإذا صاحبنا مراد وهب اللي أنا قدره كثير، وأنا حطيكم عناوين كتبه تروحوا تحملوها مجان، أنا أقدر كثير مراد وهب فعلاً، حتى يقول هو حب انه الفلسفه تنزل للشارع، فطلب واحد من الفلاسفه زكي نجيب محمود يعملوا مؤتمر للشعب، رفض زكي نجيب محمود، قال انه الفلسفه ان نزلت للشارع يقتلوها. فهو شو راح يعمل مراد وهبه؟ هذا شيطان، راح جاء بياع بطاطا وقعدوا بين المحاضرين وعمل جدال معاه، وطلع رجل البطاطا فهمان. فمراد وهب عايز ينزل الفلسفة،
للشعب، وبيقول انه مشكله الثورات في مصر انه اللي قاموا فيها لم يكن عندهم فلاسفه تنويريين. لكن هنا انه لما هو طرح ابن رشد كفيلسوف تنويري، ارى انه هنا يعني ناقض نفسه، او انه اجتزأ الامر، اجتزأ الامر، وهذا عيب، هذا عيب فكري يعني. بس اسباب سياسيه ما يقدرش يقول غير شيء. يعني لو عندي نصيحه له، كله غير ابن رشد، حط ابو زكريا الرازي يا اخي. بس ابو زكريا الرازي غاضبين عليه كل الناس. هاي المشكله. نبينا ممكن يحط سامي الذيب كمان يعني. مثلا لا، احنا يعني حناخذ واحد من، انا ابو زكريا الرازي من اكثر المفكرين اللي نحترمهم، او دائما بذكر يعني كلامه في كتبي، بذكر ابو زكريا الرازي. يعني بيقول لك يعني كلام غريب عجيب، هعطيكم رابط لابو زكريا الرازي وتشوفوا افكاره، بس انتم ممكن تروحوا على كتاب البدوي من تاريخ الالحاد في الاسلام، وهو جاب نصوص من ابو زكريا الرازي، وتتاكدوا فيه انه فعلا هذا فيلسوف تنويري خلافا لابن رشد. طيب انا هتوقف هنا، امل انه اعطيتكم الرغبه تروحوا تقراوا الكتابين هذولا، ولو انه قراءه الكتاب الاول صعبه، لغته صعبه، وانكم تلقوا نظره على الكتاب الثاني، او تحملوا كتابي تاع الجهاد، تاع الجهاد اللي ذكرت فيه كل نص ابن رشد عن الجهاد، واللي بينت فيه انه موقف ابن رشد من الجهاد لا يختلف عن موقف الأزهر ولا يختلف عن داعش. أتوقف هنا، إذا عند المستمعين المشاهدين أسئلة، أو إذا عندك أسئلة أنا أرحب بها. أكيد أكيد نبينا، في معنا اتصال من الأخ جانو، تفضل أخي جانو. تحياتي حبيبي جان ولنبينا سامي الديب، طبعا الحلقة كتير شيقة عم نستمتع بهذا الحديث الرائع. بمناسبة ابن رشد، كثيرا ما كنت بفكر انه ليش الاسلام فقط يركزون على هذا كفيلسوف او كشخص صاحب كتب. فاليوم اصبحت عندي رؤية اوضح لماذا، كيف يعني يقدمون المسلمون الرازي؟ هذا مستحيل، لأن الرازي راح يفجرهم وراح تدمرهم من البنية التحتية للفوق، فمشان هيك مستحيل أنه يقدمون الرازي. مثل هلا عم بيستخدمون الحداثة وأدوات الحداثة للسيطرة بكل أنواع، يستخدمون الديمقراطية لكي يوصلوا للحكم، بعدين يدمرون كل شيء، مثل هلا عم بيصير في تركيا، وقبلها لما صارت في مصر. يعني هم دائما بيأولون وبيغيرون الحقائق مشان يوصلون لغايتهم، وغايتهم معروفة. فهذا هو المداخلة بتاعتي، وبشكركم وبحبكم كثير. شكرا، شكرا كثير لك جانا، شكرا حبيبي. أنا بدي أرد هنا. تفضل. أبو زكريا الرازي، ارجعوا لكتابه، للنصوص اللي نشرها البدوي في من تاريخ الإلحاد في الإسلام، هضعكم الرابط بعدين، ممكن تحملوه تحت الشريط. وإلى هناك كتاب اسمه رسائل الفلسفية، هو بعض كتبه ضاعت، المهمة أكيد اللي ضاعت. على كل، هناك مقال عنه في الويكيبيديا، اقرأوا خاصة النص الإنجليزي أو الفرنسي، لأنه أخاف أنه تم تلاعب بالنص العربي.
هو من أصل فارسي، فالإيرانيين عملوا كتاب عن الرازي، أبو زكريا الرازي، وقالوا إنه فندوا كل الكلام اللي قيل عنه إنه يرفض الوحي، يعني زوروا حياته، ذكروه كأنه مؤمن بالله وبالرسل وبالأنبياء وجميعهم، زوروا كتاب وأصدروا كتاب، يعني كتيب صغير عن الرازي، ولما تقرأ تضحك، ما تعرفش يعني هو تضحك ولا تبكي، كلها تزوير بتزوير. على كل، وعلى فكرة هو كلام أبو زكريا الرازي من وين أتى؟ لأن الكتب الأساسية ضاعت، كان هناك شخص ينتقد أبو زكريا الرازي فيذكر فقرات منه ثم يرد عليها، يعني احنا عندنا كلام أبو زكريا الرازي من خلال كتب ضده، وهذول الكتب متعارف عليها، يعني صعب تقول انه هذا اخترع الكلام ده، وعندنا كتب اخرى منه تثبت انه هذا هو موقفه. على كل، يعني انا اشير الى جميع المشاهدين انهم يقراوا لابو زكريا الرازي، وحيقدروه كما اقدره انا، يعني مثل ما قلت هو من اكبر المفكرين في التاريخ البشري، من أكثر الأحرار من بالتاريخ البشري. أهو إذا في أسئلة أخرى تفضل أخي جان. أكيد نبينا، في مفكر عراقي حر عم بيقول: ما هو رأي النبي سامي الذيفي عن مستقبل الدين الإسلامي في ظل الحداثة الحالية وثورة المعلومات عبر الإنترنت؟ أيوة، المشكلة في الدول العربية إنه مستحيل الدول العربية تسمح بحرية التعبير إلى درجة يعني إنها مثل ما عمل أبو زكريا الرازي أو المعري إنه نرفض الوحي، هذا مستحيل. لكن ما بعرف بالتمام، حتى في الغرب صعب الوضع، ولكن رغم ذلك نحن يجب أن نحاول نفضح التمويه والتزوير والتزويق اللي بيقوموا فيه المفكرين كمراد وهبة، رغم احترامي له أعرف ما هو سبب إدخال ابن رشد كفيلسوف وتنويري، لكن علينا نحن أن نفضح هذه الأمور ونبين. المعركة تحسب بعدد الجنود والمعدات اللي بتحشدها لها، إذا عدوك أقوى منك حيغلب، إذا أنت أكبر عددا وعدة حتغلب، فإحنا يعني أعدوا لهم ما استطعتم من قوة كما يقول القرآن، نطبقه على نفسنا، يعني إحنا لازم نعد لهم كل ما نستطيع من قوة لنصد هذه الهجمات الظلامية اللي سيطرت على دولنا العربية والإسلامية منذ 14 قرن، هي ليس من زمن داعش، لا ده من 14 قرن، يجب أن نفكر، يعني ما ننساش هذا الأمر، يعني المعركة طويلة طويلة، وممكن يعني يقول إنه من كثر المصايب آخر الأمر إنهم يعوا على نفسهم من كثر المصايب اللي بتصيبهم. هناك، أنا لا أؤمن بالنبوات على فكرة، لكن أنا أؤمن بالحدث، يعني الحدث، يعني مثلا أنا لما بشوف غيمي بقول حتشتي، فهم علي؟ لما بيشوف أمواج قوية بيقول فيه ريح، يعني النبوات العلمية يعني أو المنطقية هيك. ففي هناك في مار شربل اللبناني في القرن 19 تنبأ بنهاية الإسلام في أظن سنة 35، ما أعرفش إيه، حينتهي الإسلام، هذا في القرن 19 كان متنبي هيك، وجدوا نص عنده يعني بهذا الموضوع، لكن تنبأ بأمور حاليا تحدث، يقول إنه المنطقة من تركيا إلى الهند حتتغير تماما، يعني الدول اللي فيها،
وهذا ما يحدث، وهذا فعلا ما يحدث. يعني أنا حتوقف هنا عن هذا. أنا بس في كتاب أنا كنت بس بدي أشير عليه بهالمعنى، دقيقة واحدة بس عندي إياه. تفضل تفضل. في هالكتاب هذا أنا عجبت فيه بصراحة كثير، The Death of Distance. يعني أيوه ما أعرفوش هذا. موت المسافات، هي عن الثورة المعلوماتية. ايوه انا قريته تقريبا ب 2003 2002، فبتحكي بالواقع بالضبط على الثورات العربيه شو صاير. يعني كانت عم تحكي كيف الدكتاتوريات الانترنت راح ياثر عليها. طيب شو رايك انك تعمل لنا حلقه عن مضمونه؟ يا ريت. انا اعمل انت اعمل حلقه انت بذاتك، قدم له ما دام الكتاب انت قراته. قرأته أنا بصراحة صار 10 أكثر، تقريبا شي 12 سنة قرأنه. يعني مو مشكلة أنت قرأته، عيد قراءته، وقدم لنا مضمونه في ساعة زمان، هيك تشوق الناس لقراءته. هو موجود، هل هذا الكتاب موجود على الإنترنت يعني مجانا أم يجب شراؤه؟ أنا بصراحة اشتريته بوقته من مكتبة من التشاريتي، إذا بتعرف المكتبات الرخيصة بتبيع، فما بعرف بالضبط. يعني انا ما اكيد، يعني اذا واحد Death of Distance، اذا اكتب ارجوك العنوان تاع الكتاب تحت الشريط ده. اوكي واعمل لنا حلقه عنه، حنشوف القصه شو هي. تمام انا راح اكتب تفاصيل الكتاب تحت الفيديو، وممكن اسوي حلقه عنه، راح اقراه بهدوء خلال أربع أيام، ممكن نسوي حلقة عنه. يعني بصراحة كثير هالأفكار هي موجودة، يعني اللي حدثت في الدكتاتوريات اللي كانت عم تنزل حكوا عنها، يعني إنه الدكتاتوريات رح تضطر إنه تنمحى يعني عن الوجود من خلال ثورة المعلومات هي. فسؤال الأخ هو العراقي حر أظن كان، إنه ثورة المعلومات هل ستؤثر على الدين؟ أنا بالنسبة إلي يعني كقراءتي وكفهمي، انه ثوره المعلومات اكيد راح تمحي كل الافكار الغيبيه. يعني انت تصور هذه الحلقه اللي احنا نتكلم بيها، كل الناس بصفقوا لصاحبنا مراد وهبه اللي انا بحترمه كثير، رغم تواضع الحلقه اللي انا بقدم لك اياها. يعني شيء صحيح اخذ مني يومين تحضير لها، ويجب ان احضر يعني اقرا كمان اكثر، بس هذه المعلومات البسيطة هتنسف طيار بأكمله في مصر. هذول اللي بصفقوا لمراد وهبة حيروحوا يقولوا له انت موقفك شو، انت بتضحك علينا ولا شو؟ شو رايك بكتابه لابن رشد اللي تكلم عنه الأستاذ سامي مثلا؟ احكي لنا شو رايك فيه، لماذا لا تذكره أبدا في كتاباتك؟ فهذا حيكون صدمة لكل محبي مراد وهبة. يعني أنا كتبت لأصدقائي لي في الفيسبوك، قلت لهم أنا عندي حلقة عن ابن رشد، هل هو فيلسوف تنويري؟ قالوا لي بس مراد وهبة بيقول إنه تنويري، وأعطوني عدة روابط لمراد وهبة. فأنا خفت، قلت بجوز أنا غلطان، فأنا مجبور أروح أقرأ لمراد وهبة. أنا بعرفه وأسمع لعدة حلقات، أنا قضيت طول اليوم أسمع أشرطة من مراد وهبة، قضيت طول اليوم وأنا أسمع من الصبح لحد يعني قبل الحلقة بشوي وأنا أسمع الأشرطة تاعته، علشان كنت خايف أني أحكي كلام لشخص ضد شخص أنا بحترمه. بس أنا أعرف إنه هذا دور السياسة، هنا المشكلة، دور السياسة قاعد ببعلنا في بلوط بدل كاستنا، هاي المشكلة. فأمل إنه أصدقائه يبلغوه الطلب، يقولوا له أخي في شخص بيحترمك لكن بيسألك لماذا أنت تتغاضى عن الكتب الفقهية لابن رشد اللي موجود في كتبه تماما ما تفعله داعش. لأنه أنت تعرف أخي جان، هم بيقولوا هذا ابن تيمية،
اللي بصير فيه، انه هاي هذه الوهابية، هذا الحنبلية مثل هيك. اخي ما في فرق، فهذا خطأ، فهذا خطأ. يعني هم كله برموا على الوهابية، وكعمي ما الوهابية ما جابت الشيء جديد. ايه ما هي مثل ما كان يقول امامنا الامام الملحد، بيقول هي قنوات مجاري بعيد عنا، خرى مفتوحة على بعضها. كلها نفس الشيء. كتب ابن رشد ولا كتب ابن تيمية بيختلفوا في موضوع الفلسفة غير شيء، بس الفلسفة ما بتودينا بشيء، فهم علي؟ أما كتب الفقهية تعاون ابن رشد، فتاوي ابن باز، فتاوي داعش، فتاوي عبد الوهاب وغيره، نفس الشيء. الوهابية نفس الشيء، نفس المضمون. فليش تضحكوا علينا تقولوا لنا هذا كله وهابي، كله هذا حنبلي؟ لا، الحنابلة ما اخترعوا شيء. نفس حتى انتبه انه المالكية في المغرب، المالكية تعطي الأولوية للنقل قبل العقل، والنقل يعني الكتب الموحاة. أيوة، المالكية. هذا ليس ابن تيمية، هو نفس فكر ابن تيمية، نفس فكر ابن تيمية، فهم علي؟ المالكية. أبو حنيفة يختلف نوعا ما، بس المالكية وابن تيمية الفرق بينهم شعرة، بعرفش لصالح مين أصلا. تفضل. صدقني نبينا، أنا أعتبرهم كلهم يعني قش لفة لازم شينهم تكبهم بالبحر يعني. تمام تمام، هدول لك لازم لهم واحد فولتير، لازم لهم فولتير يضحك عليهم كلهم، فهم علي؟ يموتهم ضحك، بعدين يبين لهم الغبا اللي وصلوا ليه. طيب في AVI هي عم تقول، او هو ما راينا بالسامي في المبشر الامريكي من اصل فلسطيني انيس شروش صاحب المناظرات الشهيره مع احمد ديدان؟ ايه هذا هنخرج عن الموضوع اساسا. هو صاحبنا ده هو انجيلي من بلد المسيح، هو من الناصره، وكتب كتاب ينافس فيه القرآن، بسموه الفرقان الحق، الفرقان، وترجمه حتى بالإنجليزي، وكتبه بأسلوب قرآني، وحتى طريقة الكتابة العربية بتاعته الخط العثماني كأنه قرآن عادي. فأصدر هذا الكتاب على أساس حذف، هو أخذ القرآن الحالي وحذف كل اللي ما عجبه وغير فيه أمور كثيرة، وقال لهم هذا هو الفرقان الحق. الفرقان هو أحد أسماء القرآن. فاللي صار فيه إنه الأزهر منع قراءة الكتاب. فالمشكلة إنه القرآن بتحدى الناس، كلهم هاتوا يعني عملوا مثله هذا القرآن. لما أجا صاحبنا هذا عمل لهم كتاب مثله، منعوا قراءته. شو استفدنا بالحال؟ مين بده يحكم؟ وكانوا عايزين حتى يعملوا محاكمة على دار النشر اللي نشرته. وأنا هعطيكم الرابط بتاع الكتاب بتاعه تحت الشريط، هعطيكم الرابط بتاعه لأنه ممكن تحملوه بالعربي وبالإنجليزي. أنا استمعت لبعض حلقاته، بس بيني وبينك يعني هو درويش كمان، يعني بيأمن بالوحي ومثل هيك، ما رجل دين مسيحي شو بدك يأمن بأكثر من هيك؟ يعني شو بطلع منهم؟ نبينا على 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 ذكر الفرقان، يعني ممكن آية هلا على السريع نقول إن عطيناك الوسكي فطرفش لربك وحكي، يعني طرفش لربك واسكي، أو ففضفض لربك وحكي، يعني واسكي 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 الغير.
اشرب انت ويسكي غيرك. هم لا بيرحموا، لا بيرحموا ولا بيخلوا رحمة ربنا تنزل. بالضبط. فانت اشرب ويسكي ويسكي الويسكي. بالضبط. في اسف راح عني الخط. تفضل. بس دقيقة واحدة، اسف كثير. تفضل. الصفحة شوية بالغلط راحت، فبس عم تنزل. خد راحتك. في عنا بضع أسئلة بصراحة، يعني في بضع بعض منا شوي خارج نطاق الحلقة، مش مهم نحكيها بنشوف بالآخر. حاول ابتعد عنها، يعني أنا راح حاول ابتعد عنها بكل. هل كان بعقلية الفلاسفة في نفس الوقت كان يكتب في الفقه والشريعة، أم أحد الفترات أنت بعد الآخر أتت بعد الأخرى؟ يعني هو عم بيقول القصد يعني أنه ابن رشد هل كتبهم كانوا مع بعض يعني بالفلسفة والشريعة، ولا كانت فترات متقطعة يعني؟ لا أعرف. هلا صار في صدى. أنا راح أنا لا أعرف بالتمام التواريخ. في بعض الكتب ذكرت، مصادر ذكرت تاريخ الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني. لا أظن أن هناك فترات كانت مكرسة للفلسفة وفترات مكرسة فقط للكتاب الفقه. لكن المهم أنه هذا كان قاضي طول حياته، مهما كان التاريخ اللي كتبه هو هذا الكتاب اللي كان يتبعه، وكان يتبع. هو لا يختلف برضو عن كتاب جده. جده كمان كتب كتاب مشابه بالفقه. يعني مش مهم التاريخ، اللي كتبه هو، اللي كتبه قبله واللي كتبه بعده نفس المشكلة، واللي بتعمله داعش اليوم نفس الشيء. مو التاريخ المهم، هو المضمون. هو المضمون، والمضمون ما هو نفس السبب بيؤدي إلى نفس النتيجة. المصدر الأساسي هو القرآن والسنة. شو بدهم يطلعوا منه أكثر من هيك؟ أو بقوا على فكرة إنه الوحي، وهذه النتيجة. هذه النتيجة. يعني مثل ما يقولوا عندنا، مش ممكن تطلع الدبس من طيز النمس. مش ممكن. هو المثل عنا بيقول يا طالب الدبس من طيز النمس. بالتمام. هلا في صدى. هو يظهر صوتي بلش يساوي الصدى. بس انا بدي اقرا الاسئله. عم بيقول ليث هادي، يقول المسلمين ان ابن رشد هو مات مسلما موحدا، ويستندون على كونه قاضيا. هل لك ان تركز على هذه النقطه؟ تحياتي. هلا في صدى. هلا انت سامع الصدى ام لا؟ انا ماني سامع صدى، ولكن راح اوقف الصوت. أيوة. شوف عزيز قلبي، يعني في ناس يقولوا إنه هذا ما كانش مسلم، يعني إنه كان يتعيش من كتبه ومن عمله. إيه فعلا فكره، ما حدش يقدر يدخل ضميره. طبعا الحال رجال الدين المسلمين بزمنه كفروه، بس ما كفروه علشان كتبه الفقهية، كفروه علشان كتبه الفلسفية. ما عندي معلومات أكثر، وما أظن أنه حد يعرف حقيقة ابن رشد. هل هو كان ملحد هم لم يكن ملحد؟ ما تقدر تعرف. وعلى كل حال هو ما كانش يقدر يعلن عن الحاده، ما يقدرش إن كان ملحد فعلا. أولا مش هيشغلوه قاضي. بطبيعة الحال. ثانيا يعني هيشنقوه حالا سريعا. هاي هي المشكلة. يعني ما نقدرش أرد على الجواب لأنه ما عندناش مصادر تثبت كان مسلم ولا ما كانش مسلم. تفضل أسئلة أخرى إذا في. في عنا سؤال من وين كان؟ سوزان عم تقول هل يوجد ما يقطع بعدم وجود الله؟ دليل يعني يقطع بعدم وجود الله. بتعرف هلا صار في صدى من جديد. بصراحة أنا الله موجود ومش موجود، هذا ما بيكلك منامي. المهم واحد يعني مثل كان يقول ماركوس أوريليوس،
وهو الفيلسوف الرواقي، وهو إمبراطور روماني جدا حكيم، قال يقول إن كان في الله وعملت أعمال صالحة بده يجازيك بالخير، إذا عملت، أما إذا ما كان في الله على الأقل بتبقي ذكرى طيبة لأحفادك إذا أنت عملت الخير. قال لا، في الله ولا مش الله، يعني لنفرض إنه في الله ممكن تحذفه، مش ممكن، لنفرض إنه ما فيش الله ممكن تخلقه، ما بتقدرش تخلقه، فليش تتعب بالك بيه؟ احنا كله عندنا بالفلاح الشهر اللي ما بتقبض فيه، لا تعد ايامه لا تعد ايامه، انا الله بصراحه ولا بهمني، واللي حاس انه عنده مشكله هو يدور الحل ليها، مو عندي انا حليتها لحالي، فاهم علي؟ اللي مش مثل واحد يقول لي انت بتامن المسيح ابن الله؟ قلت له انت مستعجل على الجواب؟ قال لي قلت له خلص اتصل بي تليفون اتصل بي تليفون. قال لي مش مستعجل. قلت له ننتظر لما نموت بنساله ان التقينا به بالسماء، ان التقينا به ليش تكلك منامك؟ قال لي يعني انت مو مشكله الك؟ قلت له لا انا مو مشكله عندي. وبعدين تعرف انت عيب عندنا بالشرق تقول ابوك مين وامك مين، بصير مشاكل عائليه، فاهم علي؟ فانا شو مدخلني مشاكل عالية؟ بعدين ما عندي سجل مدني انا. وبعد هاي قضية عويصة وما بهمني، ما بهمني. فتقول لي الله موجود ومش موجود، طز طز زين ثلاث. ده آخر الأمر. أما اللي هو قال كان يدور الحل عنده، ما يجي عندي. لا يكلك منامي انا ما الشغله هاي. تعرف القصه اخي جان، بدي احكي لك الضحكه، النقطه هاي خليني فرفش شوي. تفضل نبينا. في رجل دين كان عنده لحيه كبيره، يوم من الايام بيجي ولد اليوم الصبح يقول له ابونا انت لما تنام بتحط لحيتك تحت الغطا ولا فوق الغطا؟ فهذا الرجل صاحبنا الخوري ما فكر في الموضوع طول عمره نام كويس، قال له بجاوبك بكره. ثاني بهذيك الليله راح بالليل نام، صار يفكر وين بده يحط لحيته، حطها تحت ما بعرفش ينام، حطها برا ما بعرفش ينام، حطها نص نص ما بعرفش ينام، قضى طول الليل بلا نوم. ثاني يوم الصبح الولد الصغير الشيطان ربعه، ها ابونا وين حطيت لحيتك؟ وين حطيت لحيتك؟ ضربه. قال له ثاني دور لا تسال اسئله مثل هيك بايخه. روحت علي النوم. هاي الاسئله البايخه، الله موجود مش الله مش موجود، هاي اسئله بايخه تكلك منامنا بشي بلا شيء. احنا مرتاحين، احنا مرتاحين، الله موجود مش موجود ما همناش. اذا انت قال كان لا تكلك الناس معك، لا تكلك الناس، اكلك لحالك. تفضل. يعني هو سؤال بالاساس ما له طعم بصراحه، يعني لانه لا طعم، انه يعني كيف بدك تثبت الشيء موجود ولا ما موجود؟ هو اصلا ما بتعرف اذا كان موجود ولا موجود. يعني مثل ما تقول لي هلا في ريتشارد داكوينز قال المثال انه تعال اثبت لي انه في بريق صيني عم يدور حول المدار حول المريخ، يعني كيف بدي اثبت لك انه ما في؟ هذا سؤال بايخ، سؤال بايخ. نبينا، في أخ أحمد أنا بدي أخذ منه السؤال الأخير وننهي الحلقة لأنه مشان ما تطول كثير كمان على أصدقاء. عم بيقول صديقي يا أخي جان، وأنا شخص مسلم دين يساري، هو نفس الشخص كان يكتب لنا باسم عبد الله شيخ، المهم عم بكتب الله أحمد. صديقي جان، يا أخ جان، أنا شخص مسلم وديني يساري إيديولوجية، وأقول لك إن أوروبا عرب غربية وأمريكا الشمالية، أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ارتكبت خطأ كبير، وخطأ هو أنهم يعتمدون على مهاجرون، وهذا يجعل شعوبهم تعتمد على مهاجرين كأيادي عاملة، وانضمتهم اليمينية الرأسمالية تجعل لا ينتجون عكس أوروبا الشرقية وأمريكا الوسطى التي هي لا تعتمد على المهاجرين، لا نسبة إنجاب وديموغرافية عالية، ولهذا هم يعتمدون على أنفسهم
وأظن وأضمتهم اليسارية وأنظمتهم اليسارية اشتراكية تجعلهم ينتجون. نبينا فهمت شيء من الموضوع؟ أنا فهمت شوية بس مش كثير. هو خارج الموضوع حاليا وليس في موضوع بن رشد. خلينا على نركز على هذا الموضوع. إذا عايزين مرة نعملكم حلقة عن اللاجئين وفكرة اللاجئين في الإسلام وغيره وغيراته، بس مش هندخل الآن في هذه التفاصيل. تفضل. السؤال مني أنا بصراحة على الأخير، هو يعني مشان ما نطول كمان لأنه صار ساعة وثلاث يعني تقريبا على الساعتين داخلين. السؤال اللي شو بتقول في الناس المقولين نبينا مثل الله ابن رشد، انه نقول يعني النص شيء ونجي نحط عليه اشياء اخرى، مثل القرضاوي قام بهالعمل. هلا في كثير من القرآنيين عم بيعملوا يعني ضرب الاعناق. في واحد من القرآنيين من اصدقائنا قال يعني انه يعني عمل له مسده، يعني ما في شيء، فحصوا بجذور الكلمات حتى يطالعوا أشياء منافية للشرح الأصلي اللي المفسرين الأساسيين اللي حطوه. يعني شو طيب. سكر الصوت عندك لا يطلع الصدى. أنا عندي تفسيرين لهذه الظاهرة. صديق لي أو صديق لي من ليبيا قال لي إنه في عدد من الملحدين الليبيين ما يقدروش يعلنوا إلحادهم. فشو بيقولوا؟ إزاي ننسف الإسلام؟ نقول إحنا قرآنيين، فبيعلنوا نفسهم قرآنيين فما يقدرش حد يتعدى عليهم لأنه بيتبعوا القرآن، وبتلاعبوا بالكلام يعني يخلوه يقول اللي مش فيه، يعني يقول هذا أضعف الإيمان، هذا كل اللي ممكن نطلع منه، هذا اطلع منه. بس يعني مش ممكن تطلع من الفسيخ عطر عزيزي. ما بنفع مثل هيك. فانت قاعد يعني هو ما عنده حاله اخرى، ما عنده امكانيه اخرى يتحايل على النص. والقرآنيين بذاتهم يعني انا مثلا الرئيس تاعهم نسيت اسمه الموجود الان في الولايات المتحده القرد، هو ازهري اصلا، كنت قاعد معاه مره في مصر اصلا، رحت زرت هناك وشفته. ما تدريش هل هم مهووسين؟ هل هم صادقين مع نفسهم؟ هل هم بيضحكوا على الناس؟ ما تدريش. وكان له حلقه اصلا مع الاخ رشيد حول مواقفهم من يشوف يدور ويلف يدور ويلف، حتى موجود السبايا، موجود القطع الروس، موجود كل شيء، كله يحاولوا يأولوا. حتى صاحبنا الشيخ ميزو بيقول له الجزية، لا مش جزية، هاي قطع اليد مو قطع اليد، ضرب مو ضرب. طب شو الحكي هذا؟ كلهم متفقين عنها انه هذا معناه هيك، كيف انت تقعد تأول بهذا الطريق؟ بعدين الناس بفقدوا مصداقيتهم، وافضل تنسف مثل ما انت قلت، تنسفه من اساسه. ليش نضحك على نفسنا ونضحك على الغير؟ واخر الامر الناس بيكتشفوا انه هذول مداهنين، لا همه استفادوا ولا فادوا غيرهم. يعني احنا عندنا يقولوا مثل اللي اسلم بالليل، فاهم علي؟ المسيحيين قالوا له انت خلاص انت مش منا، فاهم علي؟ المسلمين قال احنا ما عرفناكيش، فهو ظل احنا يقول اللي روح يصيف بالغور، تعرف اللي روح يصيف بالغور؟ الغور عندنا هي المنطقة الحامية. سكر الصدى. المنطقة الحامية في منطقة الأردن هي الغور، حامية جدا، يعني بتصل الدرجة 45 درجة. ايه شو تروح تصيف هناك؟ تحرك نفسك. روح صيف على الجبل، ما تصيف بالغور. هذول بروح يصيفوا بالغور. ده كله كلام فارغ. هيلمي على نفسهم وعلى غيرهم. افضل في الصراحة راحة، بس مين يسترجيحك الصراحة عندنا؟ مجتمعنا خلق منافقين. ومثل ما يقول ظل يكذب حتى صدق نفسه.
هاي المشكلة. بس وها تفهم هل هو صادق ولا كاذب، مشكلة هاي. بقول له أنت عبيط ولا مستعبط؟ مش عارف هو عبيط ولا مستعبط. تفضل. طيب دمينا شغلة أخيرة أظن مشان الحلقات القادمة، في شخص من أصدقائنا عرض إنه نعرض شخصيات إسلامية مثل ما ابن رشد، يعني أنا على كل حال بعثت لك رسالة وقرأها على مهلك أنت بالفيسبوك. أنا بدي أحكي لك، أنا مش مجالي، سكر الصوت علشان الصدى، أنا مش مجالي الشخصيات الإسلامية، وهذه تتطلب أبحاث طويلة جدا وليس عندي الوقت في الواقع. يعني ممكن واحد يعمل على الرازي أو مثل هيك، بس ما عندي الوقت، ما عندي الوقت لأعمل أبحاث مستقلة عن هذول. بينما أنا الأمور اللي كتبت فيها وهي كثيرة جدا ممكن أتكلم بها، أما أن أقعد أفتح يعني مجالات أخرى اللي أنا ما اشتغلت عليها بصير مثل التطفل. أكيد هناك في ناس درسوا تاريخ الفلسفة ودرسوا المفكرين، أمل إنهم يتعاونوا معك لإصدار هذا. مهم، مهم إنه نعرف من هو الرازي، من هو ما عرفش الفارابي وغيره وغيراته، بس هذا ليس مجال تخصصي، وأظلم نفسي وأظلم الآخرين إن أدخل مجالات أنا لم أتخصص بها، وهذا سيمنعني من كتابة كتبي. أما ما كتبت فيه الرأس والعين، وأنت ترجع لسيرتي الذاتية وهناك حوالي 42 كتاب أنا كتبتهم، حوالي 300 مقال. ارجع للحوار المتمدن، كتبت أكثر من 600 مقال. هذول المجالات أنا أعرفها، أما أن أدخل في مجالات جديدة أني أنا ما درست، لا أحب أتطفل على المستمعين ولا أحب أظلم نفسي وأحرم نفسي من الكتابات الأخرى. فأنا أعتذر لهذا، وآمل أنك تجد مين هو يعني أقدر مني في التعريف في شخصيات مهمة. حتى واحد لازم واحد يشرح من هو مراد وهبة مثل هيك، ده مهم، مهم كشخصية فكرية، بس هذا ليس مجالي في الحقيقة، هذا ليس مجالي. تفضل. بالضبط نبينا، وعلى كل حال يعني أنا بتشكرك كثير على الوقت الطيب اللي عطتنا إياه والمعلومات الرائعة اللي كلياتنا نستفيد منها دائما يعني. وأكيد رح نلتقيك في الأسبوع القادم بموضوع أنا رح أبحث فيه بالحوار المتمدن، وضمن كتبك ممكن يعني يساعدنا. أخي الفاضل، أنا أأمل الجمعة القادم حيكون لي حلقة مع وفاء سلطان قناة الأرامية عن القرآن بالتسلسل التاريخي، يعني أعمل حلقة معها. فحقرس هيك، ربما هأخذ أسبوعين عطلة معك مع جسور علشان أفسح المجال لغيري، لأنه بستمع للآخرين وحتى أتعلم أنا برضو، لأني يعني بستمع لحلقات الأصدقاء الآخرين للمعارف معارفك. وثانيا حتى أتقدم في عملي، لأنه حاليا أشتغل كتاب عن الحجاب، وهذا الشغل يقتلني فعلا، يعني مش عارف قد يأخذ مني شهر أو شهرين شغل، وعلى حساب 15 ساعة في اليوم. فما لن يكون عندي وقت لإعداد حلقات أخرى، فيعني هقلل من ظهوري حاليا إلا في الضروريات يعني، لكن أنا متابع لك على طول، وأرجو من جميع مستمعيك ينشروا هذه الحلقات. هلأ حلقات كثيرة عملتها معك أخي الفاضل، وهناك 37 حلقة مع البط الأسود، انشروها دولة، هي موضوعات لسه يعني لها قد يكون لها فائدة. تفضل. أكيد راح يكون لها فائدة. أنا بشكرك كثير نبينا، وطبعا أصدقائي أنا وعدتكم بسلسلة علمية أنا راح أعملها، وبصراحة أنا بدي أبدأ بموضوع الضوء، وحضرت الحلقة الأولى ولكن التسجيل صار عندي مشاكل. هلا أكيد الأسبوع الجاي، الأسبوع القادم أكون سجلت الحلقة الأولى من الضوء، لأنه راح ياخذ شيء 5 حلقات أظن يعني تعريف الضوء.
ما هو ما هو ما هذه الحلقات؟ فدنا. أنا بدي أبدأ بسلسلة علمية تبدأ بالضوء. أول شيء الضوء، شو نعرفه، كيف الضوء، كيف الإنسانية بلشت تدرس الضوء، من الإغريق لابن الهيثم لأيزاك نيوتن. حلو حلو جدا. حلو جدا، أتمنى لك كل التوفيق بهذه الحلقة. اختراع الكهرباء يعني لحد اليوم، يعني كيف الإنسان نظر للضوء، وعلميا كيف مثلا أيزاك نيوتن كيف سوى بيقولوا له الطيف. ايوه ايوه، كيف اكتشف اكتشافات أيزاك نيوتن، جاليليو جاليلي مثلا كيف استعمل المنظار حتى يشوف اقمار المشتري. ف يعني بالسلسله العلميه انا محضرها الحلقه الاولى، واظن راح تكون كل اسبوعين او ثلاثه حلقه، يعني ما راح اقدر لانه عندي شغل كمان غير. اتمنى لك كل التوفيق. تسلم نبينا، تسلم، وانا بتشكرك كثير على هالوقت الطيب اللي اعطيتنا اياه، واكيد راح نلتقيك في حلقات قادمه ولكن بعد العطله. اكيد اكيد. شكرا نبينا، شكرا، شكرا لك. مع السلامة، وسلم على الجميع. سلام. شكرا، شكرا للمشاهدين. شكرا 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 لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. طبعا بكرة الساعة 8 بتوقيت لندن مساء راح يكون معنا الأخ رياض أمير البحث شجاع البغدادي، وحوار مفتوح مع الأصدقاء والأسئلة كلها، يا ريت يعني نستقبلها ونرد عليها مع الأخ رياض. شكرا لكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.